حالة غامضة. سأل الشاب سعالا حادا ونفث دما، فانتبه ولع وخوف شديد. وكان في ذلك العصر طبيب طبقت شهرته الآفاق ورددت الألسنة أخباره. كان صاحب كتب نفيسة في الطب وكان مشهور بالبراعة في ذلك العلم. فأسرع الشاب إليه يلتمس العلاج. دخل الشاب على الرازي ووصف له ما يجد. فأخذ الرازي بجسه ثم سأله عن حالته منذ ألمت العلة به وأصغى إليه جيدا. فاستخلص أنه لا يعاني من سل ولا من قرحة. وفكر طويلا لكنه لم يهتدي إلى سبب المرض. فهل على العليل وقال أنا هالك دون شك. فالرازي هو معرف بالطب وحدقا فيه لم يشخص دائي. فرق الرازي حاله وعزم على الكشف على الداء. وأطرق طويلا ثم سأله عن المياه التي شربها في سفره. فأخبره أنه شرب من مستنقع وصهاريج. فتدبر الأمر ورجح أن العلقة كان كان ورجح أن علقة كانت في الماء قد وصلت إلى معدته، وأن ذلك نفث من فعلها. وقال للشاب غدا أجيئك بالعلاج ولا أنصرف من عندك حتى تبرئ بإذن الله تعالى، ولكن بشرط أن يعطيني خادمك فيما أمره به. فوافق الشاب على ذلك وهو يكاد يطير من الفرح. وفي الغد جاء الرازي ومعه إناء من ملأ طحالبا. رآه إياهما وقال له ابلع جميع ما في هذا الإناء. فبلع الشاب مقدار يسير ثم كف. فطلب منه الرازي أن يواصل، فذكر له أنه لا يستطيع. فقال الرازي للخادم اجعله على قفاه وصب الطحلب على حلقه، ففعله وبلع الشاب على كره جميع ما في الإناء. فزرعه القيء فقذف ما في جفاه. فتأمل الرازي قذفه فإذا فيه علقة. التفت إلى الشاب وقال لما وصلت إليها الطحلب دبت إليه بالطبع وركت وتركت موضعها، فلما قذفت خرجت معه.